شكلك تعبان زعلان مالك؟ تعبانة يمكن بس زعلانة خالص. انت مش ممكن تتخيل كم التبرعات اللي وصلت لمصطفى صبري. انا اللي مش قادر افهمه ازاي مصطفى صبري يدخل معاكي في موضوع دار الايتام ده؟ ده كلام فارغ وملاليم ولا هو عايز الثواب بجد؟ كلام فارغ؟ كلام فارغ. مصطفى صبري ده تايكون وبالنسبة له الكلام ده كلام فارغ. هو مش بتاع الحاجات الصغيرة دي. أنا عارفه كويس أوي. واضح. واضح إنك شايفه كويس. أنا شايفهم كلهم كويس. تتفرج عليهم صح؟ مش كده؟ يعني إيه؟ لا مش يعني حاجة. بس أنا شايفة كده إنك مش لايق على الحياة اللي أنت عايش فيها. بس في نفس الوقت استمتع بمميزاتها ومن غير اي قلق. ساعات بقلق. بتعمل ايه لما بتقلق؟ هو في ايه؟ وانت عايز توصلي لحاجه؟ على فكره انا لا قصدي احقق معاك ولا احكم عليك، بالعكس انا ممكن اكون زيك بالظبط وبعمل زيك. يعني مثلا بؤمن بالحاجه واعمل عكسها. المبادئ دي مش حاجة ثابتة، مش شايفة كمان إن ده غلط. على فكرة في ناس كتير كده عايشين حياة متلخبطة. بس أكيد أنتي مشكلة. على فكرة أنت ما تعرفنيش كويس، أنا اللي أعرف إذا كان ده أنا ولا لأ. مصطفى طلب ايدي للجواز. مصطفى مين؟ مصطفى صبري. لا قصدك انكر مصطفى صبري. وانت فاهمه معنى طبيعه العلاقه بينك وبين واحد زي مصطفى صبري ده؟ واحد زي مصطفى صبري؟ واحد زي مصطفى صبري لا هو ينفع لك ولا يشبه لك ولا سنك ولا انت بتحبيه. انت عايزه منه ايه؟ بتبيعيه نفسك ها؟ ايه بتبيعي دي؟ ما تحترم نفسك. لا مش هحترم نفسي عشان انت مش عارفه اي حاجه خالص. وانت مش راضي تفهم طبيعه العلاقه اللي بيننا. مش راضي. انا بحبك برضو. انا بحبك. انت حيوان وكذب. وديني لو ما خرجت من هنا دلوقتي لكم مكسره البنت على دماغك. اطلع بره. وده ردك؟ أنا طلبت نتقابل هنا بعيد عن الوزارة عشان نتكلم على راحتنا. أنا تحت أمرك دايما. قولي يا عمر، هو إيه اللي بيحصل معاك بالظبط؟ مش فاهم سؤالك يا دكتورة. لا أنت فاهم كويس. أول حاجة سفينة الشحن بتاعتك تغرق. تاني حاجة منتجع الأردن يتسحب من شركتك. وكلام عن إن البزنس بتاعك بيتباع لمستثمر أجنبي. بعدها أسهم شركاتك تنزل في البورصة. هو أنت بتقع في السوق ولا إيه يا عمر؟ لا طبعاً. البزنس بتاعي أكبر من إنه يقع بالسهولة دي. أنا عندي منافسين في السوق بيحاولوا يطلعوا عني وعن شغلي إشاعات تطرني. اللي حضرتك بتسمعيه عني ده مشكلة طبيعية. اي بزنس من ناجح بيمر بيها. عموما انا عايزاك تعرف انا موجوده واقدر اساعدك في اي ازمه بتمر بيها. انا متشكر جدا على عرض الكريم، بس ممكن اعرف ايه سر اهتمام حضرتك بشغل للدرجه دي؟ واسف اذا كان سؤالي صريح زياده عن اللزوم. بالعكس انا بحب اقصر الطرق. بص يا عمر، أنا دلوقتي بعتمد عليك. في إيه بالظبط؟ كل وزير لازم يكون ليه رجال أعمال يعتمد عليهم في خطته ورؤيته، خصوصاً في وزارة زي وزارة الاستثمار. وأنا في الوقت الحالي والوقت اللي جاي بعتمد عليك جداً يا عمر.
بس حضرتك متجوزة واحد من أكبر رجال البيزنس في البلد. هرد عليك نفس الرد بتاع صفقة المول. لو كنت عايزة أضمن إنه أعدائي ما يمسكوش عليا ولا غلطة، يبقى لازم يكون شغلي وتحالفاتي خارج نطاق أسرتي. ده غير إن الزمن اتغير وبقى ليكم واللي في سنك، يعني المستقبل قدامهم مش وراهم. فهمت؟ ها؟ قلت إيه يا عمر؟ مبروك الخطوبة يا مصطفى. هو مراد لحق قالك؟ ليه؟ هو الموضوع سر؟ لا سر ولا حاجة، الموضوع انه كارما لسه مردتش. مش هتلاقي أحسن منك، انت تستاهل أحسن بنت في الدنيا. بس اوعى كارما تاخدك مننا بقى. هتاخدني منكم توديني فين؟ دي عايشه جنبكم، ده انتوا بتشوفوها اكتر مني. مبسوط يا مصطفى؟ طبعا مبسوط، مبسوط ان اخيرا قدرت اخد خطوه زي دي. من ساعه ما طلبت ايدك وقلتيلي انك اتخطبت لمراد وانا قفلت على موضوع الجواز نهائي، وعشت عمري كله جنبك انت ومراد، قررت اني ما اتجوز ولا حتى كنت ناوي ان اتجوز. كنت بشوف ولادك وهم بيكبروا قدامي، كنت بعتبرهم ولادي، كنت بعتبرهم ولادي انا كمان. استغنيت بيكم عن الدنيا دي كلها، بس لما جت كارما حسيت ان بقى عندي امل، حسيت ان ممكن يبقى لي بيت واسره، يبقى لي ابن من صلبي، يبقى واقف جنبي سند ليا قبل ما عجز وما بقاش في حد حواليا. واحنا هنفضل جنبك يا مصطفى، لوحدك ولا مخلف قرطة عيال حتى مش مهم، العشرة والعمر اللي بينا أكبر من أي حاجة في الدنيا دي. أنت عارف قيمتك عندي، كنت صديقي وصاحبي كل العمر ده.